بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المشاهدين، أرحب بكم مرة أخرى في هذا اللقاء حول الكهرباء في المنزل، وسنكمل الحديث في هذه الحلقة حول الخطوات التي يجب اتباعها عند انقطاع التيار الكهربائي في المنزل. الانقطاع بيكون على شكلين، أو إنه يكون انقطاع جزئي أو انقطاع كلي. المقصود بالانقطاع الجزئي هو انقطاع التيار الكهربائي عن قسم معين من المنزل، انقطاع التيار الكهربائي عن الإضاءة مثلا، أو عن التكييف فقط مثلا، أو عن غرفة من الغرف، أو لا انقطاع كلي، أي انقطاع التيار الكهربائي عن كل أنحاء المنزل. في حالة أن فيه هناك انقطاع جزئي، لا شك أن هناك في ثلاث احتمالات رئيسية سبب هذا الانقطاع. احتمال الأول أن هناك في خلل في الأجهزة الكهربائية داخل المنزل. احتمال الثاني أن هناك في خلل في الدوائر الكهربائية داخل المنزل. ثم الاحتمال الثالث والأخير أن هناك في خلل في التيار الكهربائي الرئيسي القادم من الوزارة. أما إذا كان في هناك انقطاع كلي، سبب الانقطاع الكلي أن هناك في أولا احتمال يكون في خلل في لوحة التوزيعات الرئيسية، وهذه اللوحة قمنا بشرحها في إحدى الحلقات السابقة، أو أن هناك في خلل في التيار الكهربائي الرئيسي القادم من الوزارة. إذن ممكن معرفة الدوائر الكهربائية أو الأجهزة الكهربائية المسببة في قطع التيار الكهربائي عن المنزل، وذلك بالرجوع للوحة التوزيعات الفرعية، وهذه اللوحة شرحناها بالتفصيل في إحدى الحلقات السابقة. ولكن باختصار أن كل قاطع للتيار الكهربائي بيتحكم في دائرة من دوائر كهربائية الموزعة في المنزل، وهذه الدوائر يجب تحديدها بلوحة توزيعية موضحة في هذا الجدول، أن كل قاطع قاعد يتحكم في جزء معين من المنزل كإضاءة أو تكييف. اللوحة التوزيعات الفرعية تنقسم إلى جزئين رئيسيين، جزء علوي وجزء سفلي. الجزء العلوي بيتحكم في الإضاءة والتكييف، الجزء السفلي بيتحكم في المقابس والسخانات للمياه. وكذلك عندنا قاطعين لحماية التسرب الأرضي، أو ما يسمى بـ ELCB. من خلال حركة هذه القواطع للتسرب الأرضي ممكن تحديد الخلل، هل الخلل في الجزء السفلي أو الخلل في الجزء العلوي. مثلا هذا القاطع للتسرب الأرضي أو حماية التسرب الأرضي ELCB، في أي حركة في هذا الجزء بيكون يشير إلى هناك في خلل في الجزء العلوي، وأي حركة في هذا حماية القاطع تيار التسرب الأرضي بيكون هناك في خلل في الجزء السفلي. إذن إحنا على افتراض أن هناك في خلل في، نفترض في أجهزة الإضاءة أو في التكييف، في هالحالة إحدى هذه القواطع بتغير الوضعية إلى حالة العز، يكون في حالة العز بحيث إنه يقطع التيار الكهربائي عن هذا الجزء. أما إذا الثاني انقطع التيار الكهربائي عنه بحيث إنه يعزل الكهرباء عن الجزء السفلي، لذلك رجوعنا للوحة نستطيع أن نحدد سبب الخلل في الجزء السفلي أو في الجزء العلوي. عقب تحديد الخلل في أي من الأجزاء، نقوم بعملية تالية، نحاول أن نخلي كل السيركت بريكرات أو القواطع التيار الكهربائي في وضع أوف، بحيث نعزل الكهرباء عن هذه الدوائر، ومن ثم نقوم